إبداع في التصميم وتميز في المحتوى، هكذا يبدو المعرض العلمي الأول الذي نظمه طلبة كلية التربية في محافظة شبوة بمختلف أقسامها، احتفالاً بالذكرى 25 لتأسيس الكلية رغم قلة الإمكانيات. حقيقة المعرض لاقى إعجاب ومنقطع النظير من كل الزوار، إشادة من رئاسة الجامعة ومن السلطة المحلية أنه في وقت قياسي يقام معرض بهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذا التنظيم. الجهد الأكبر طبعاً للطلاب الذي بذلوا جهد غير عادي رغم الظروف، عدم وجود مختبرات، عدم وجود إمكانيات، ومع ذلك أبوا لأن يشاركوا في احتفالات الكلية بهذه الفعاليات. نيابة عن رئيس قسم الجغرافيا، يعني أنا أولاً بشكر العميد وبشكر الطلاب الذي قدموا كثير من الجهد وقدموا كثير من إمكانياتهم بالرغم أنها محدودة. المعرض العلمي مثل بيئة خصبة ومكانا رحبا لطلبة كلية التربية بمختلف أقسامها، حيث قدموا خلاله العديد من المشاركات، تنوعت ما بين الأنظمة والتصاميم والبرامج الإلكترونية والبرمجيات لطلاب قسم الحاسب الآلي، بالإضافة إلى عرض بعض المجسمات والألواح الجدارية لطلاب قسم الكيمياء والأحياء وقسمي الجغرافيا والتاريخ، إلى جانب العديد من المشاركات الإبداعية والعلمية والثقافية الأخرى. طبعاً أنا مشاركتي شاركت باثنين برامج صممتها يعني أو أشرفت على برمجتها بنفسي. البرنامج الأول كان عبارة عن برنامج تحضير إلكتروني، والبرنامج الثاني عبارة عن نظام محاسبة إلكترونية. قمنا ببعض الإبداعات والإنجازات في الجامعة في المعرض الذي أقمناه، وكانت بعض الإنجازات لوح توضيحية أو بالأصح إرشادية، وأيضا كان هناك في الموضوع الزينة وبعض الابتكارات. القائمون على المعرض في كلية التربية بالمحافظة حصلوا على نجاح معرضهم الأول من خلال التحضير الذي استغرق وقتا لا بأس به كما يقولون، حيث حرصوا في سعيهم على إنجاز عمل ملفت يضيف لمشوارهم التعليمي وكليتهم سمعة جيدة، كما يعمل على إظهار الكفاءات ولو بالإمكانيات المتاحة وشحة الدعم. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت مشوارهم العلمي ومعرضهم الأول، إلا أن الأمل كان الدافع الوحيد وراء إنجازه، كما يطمحون إلى أن تتبعه معارض وفعاليات علمية أخرى خلال الفترات القادمة. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.